لا يعني عدم المباشرة في الحديث عن موضوع هذه الأمسية. في هذه الأمسية نستضيف كل من الأستاذ كريم رضي المعروف أو الأمين العام عفواً المساعد للشؤون أو للعلاقات الدولية للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، المعروف بشخصيته ووزنه النقابي والثقافي، وله خبرة كبيرة تؤهله للحديث عن ملف بحرنة الوظائف والمصير المجهول. كما نرحب أيضا بالكاتب الصحفي علي صالح، وهو من الشخصيات المعروفة على الصعيد الإعلامي والثقافي والسياسي، وعمل في العديد من الصحف، وله عمود حافظ عليه سنوات تحت مسمى على خفيف، أي نغزات خفيفة أشبه بالإبرة قد تكون مؤلمة لكونها في صميم الموضوع. لا أريد أن أطيل في تقديم هاتين الشخصيتين المتحدثتين هذه الليلة، واللذان سيسلطان الأضواء على مفهوم بحرنة الوظائف والمصير المجهول، لكن اسمحوا لي أن أعبر بكم إلى محطات تاريخية قصيرة من طرح هذا المفهوم وبداياته وأهدافه، بدءا من ثمانيات القرن الماضي حين طرح مشروع توظيف 10,000 مواطن، مع أخذ بالاعتبار أن العملية التنموية في البحرين بدأت بعد الاستقلال، أي مطلع سبعينيات القرن الماضي، واستجدت على إثرها حياة جديدة وتبعها عملية تنموية جديدة تطلبت وجودا من العمالة الماهرة وغير الماهرة، خاصة أن سوق العمل البحريني لم يعد يلبي احتياجات سوق العمل وتوجهاته، وعليه فتحت الأبواب على مصراعيها لاستخدام العمالة الأجنبية، ولا نشير هنا إلى العمالة العربية فأهلا بها في بلدها الثاني، ولكننا نشير إلى العمالة الآسيوية بالذات. كما أتذكر أنه قد طرحت دراسات تناولت رفع رواتب البحرينيين إلى 300 دينار كحد أدنى بالقطاع الخاص، وطرح التدريب والتأهيل وغيرها، فما هي مصير هذه القرارات؟ وبعد مجيء جلالة الملك طرحت برامج الإصلاح السياسي والاجتماعي، وأعطيت الحرية لتشكيل نقابات عمالية، تبنت أيضا مسألة توطين الوظائف. فما الذي حصل أيضا مع التنوية أن هنا إلى أن وزارة العمل تنظم بين فترة وأخرى معارض الوظائف تحتاجها عدد من القطاعات. وأخيرا طرح بالأسبوع الماضي ومن خلال مؤتمر صحفي في هيئة تنظيم سوق العمل بأن الهيئة وبدعم من وزارة العمل فرضت بدءا من ثاني من مايو الجاري غرامة 300 دينار على كل مؤسسة لا تلتزم بنسبة البحرنة. وهكذا هناك أسئلة كثيرة نأمل أن تسلط الأضواء عليها من خلال حديث الأستاذ علي صالح والأستاذ كريم رضي. ومن منكم سيبدأ؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله مساءكم بكل خير. أشكر لهذا التنظيم العريق هذه الدعوة بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ليقدم جزء من رؤيته حول موضوع البحرنة. وسوف أتحدث الليلة عن ما طرح مؤخرا، وهو تحت اسم مشروع نظام البحرنة الموازي. طبعا نظام البحرنة الموازي كما أعلن عنه هو نظام يهدف إلى خلق ما يقول عنه أنه مرونة في سوق العمل، بحيث يسمح لأصحاب العمل بالتحرر من بعض شروط البحرنة كما يقال، مع أن احنا نعلم أن
موضوع البحرنة أصلا لم يعد مشروطا على أصحاب العمل من زمان، يعني ما عاد شرط موجود في قانون العمل أو في أنظمة العمل، لأن كان في مواد موجودة في قانون العمل سابقا تنص إلى حد ما على يعني بعض آليات التوظيف، أو أن صاحب العمل لازم يوافي وزارة العمل بقوة العمل عنده ويوافيها سنويا بالوظائف الموجودة لديه، ولكن هذا المادة انشالت من زمان من القانون. فالكلام هنا عن المرونة يعني كأنه يعطي انطباع، عليكم السلام، كأنه يعطي انطباع أن بالفعل هناك تشدد في البحرنة، وأن احنا الحين بننتقل من وضع التشدد إلى وضع المرونة، وغير صحيح. وطبعا دائما نلاحظ المشروعات الحكومية تطرح بهذا الطريقة. مثلا أمس شفنا مجلس الشورى يوافق على أن تكون هناك شركات مملوكة بالكامل للأجانب، مع أنها هي من زمان موجودة. يعني إحنا يجونا عمال واجد نسألهم من الأونر مال الشركة، يقول الأونر أجنبي، ما في بعض، يعني من زمان أصلا ما في البحرين نظام 51 للأجنبي و49 البحرين، هاي مو موجود من زمان يعني. فدائما يعطون انطباع أنهم يسوون شيء جديد، يعني هو بالحقيقة يعني مو صحيح الكلام هذا. قبل لا أنتقل لدى الموضوع، موضوع البحرين الموازي والذي أعلن عنه بحجة المرونة بين هلالين، أنتقل بكم نقلة سريعة حول يعني واقع البحرين من خلال تقارير هيئة تنظيم سوق العمل، وهي للأمانة من المواقع الغنية جدا. يعني الحين المراقبين أعتقد ما في عذر في البحرين اليوم واحد يقول أن المعلومات غير متوفرة، يعني في معلومات متوفرة وهي دورية ودقيقة ومفصلة إلى كل قطاع ولكل جندر، مرأة والرجل والأجانب والإنشاءات والتجارة، إنما فقط تحتاج واحد يعني يأخذ المعلومات ويسوي عليها نوع من الدرس، يعني إن المعلومات متوفرة. يعني حسب تقارير هيئة تنظيم سوق العمل من 2004 إلى اليوم، لو هو يعني أقدم تقرير موجود في موقع هيئة تنظيم سوق العمل هو في 2004. في 2004 كانت مجموع قوة العمل 373,000، اليوم مجموع قوة العمل 725,000، يعني هناك فرق في حدود 300,000 وزيادة عامل في قوة العمل، بقوة العمل من 2004 إلى اليوم. البحرينيين في 2004 كانوا من 373,000 كان في 118,000 بحريني. هذا أنا أتكلم عن ديسمبر 2004. طبعا تقارير هيئة تنظيم سوق العمل تصدر بشكل دوري مقسمة على أرباع السنة، الربع الأول من السنة ويصدر في مارس، الربع الثاني من السنة ويصدر في جون، الربع الثالث من السنة ويصدر في سبتمبر، والربع الرابع من السنة ويصدر في ديسمبر. فأنا أخذت الديسمبرات كلها يعني من 2004 إلى اليوم علشان يكون مقارنة يعني مطابقة. ففي 2004 من واقع 373,000 عامل كان في 118,000 بحرينيين و255,000 أجانب. ولو نلاحظ يستمر هذا العدد، طبعا قوة العمل تزيد، كل ما زاد مجموع قوة العمل يزيدون البحرينيين من جهة ويزيدون الأجانب من جهة أخرى. في نهاية 2015 اللي هو تقرير الربع الرابع من 2015، في عندنا 725,000 مجموع قوة العمالة، منهم 159,000 بحريني و566,000 أجنبي. طبعا أنا شلت الكسور وحاولت أدور، يعني كل ما يكون الرقم 0.5 أضيف على الرقم الأكبر عشان تسهيل العملية فقط، يعني قد تكون 565,000.8 مثلا، بس هي نقول 566,000 أجنبي، 159,000 بحريني، والمجموع قوة العمل 725,000. لو نلاحظ في هذه الفترة من 2004 إلى اليوم أن احنا قاعدين نمشي بدرجة تتنازل فيها، يزيد طبعا قوة العمل بطبيعة الحال، ما دام العمال يزيدون فالكل يزيد، الأجانب يزيدون من جهة والبحرينيين يزيدون من جهة، لكن نسبة العمالة البحرينية
تنقص من مجموع قوة العمل وترتفع نسبة العمالة الأجنبية. يعني في 2004 كان نسبة العمالة البحرينية 31.6%، لأن كان عندنا مثل ما قلت لكم 118 ألف بحريني من 373 ألف مجموع قوة العمل. نلاحظ بعدين هذه النسبة تنزل تقريبا، إذا حسبناها من 2004 إلى اليوم، إحنا نتكلم عن 2016، يعني نتكلم عن 12 سنة، نلاقيها تنزل تقريبا بنسبة 1% أو 1.5% كل سنة. في 2004 كنا 31.6%، في 2005 البحرينيين صاروا 29%، في 2006 البحرينيين صاروا 28%، في 2009 25.8%، في 2010 24.3%، في 2011 22.7%، ثم في 2012 23.3%، ثم 23.4%، 22.9%، 22.8%، 22.7%، وصولا إلى إحنا الحين في 2015، في الربع الأخير 2015 نسبة البحرينيين هي 21.9%، وهو مكررا أقول أنه 159 ألف عامل بحريني من واقع 725 ألف مجموع العمالة و566 ألف الأجانب. معنى هذا أن نشوف المنحة، ممكن هو مو منحدر سريع، يعني هو منحدر إذا تتكلم أنت من 2004 إلى 2016 من 31.6% إلى 21.9%، خلنا نقول رفلي من 32 إلى 22، يعني نقدر نقول 10% نزلت قوة العمل البحرينية من سنة 2004 إلى اليوم حسب تقارير سوق العمل. فإذا بملاحظة سريعة، إذا وين التشدد؟ يعني وين التشدد اللي يخشى منه على المرونة؟ إذا كان يعني إذا إحنا مشينا بدا المعدل، إذا قلنا إحنا مثلا راح نمشي بمعدل إن كل 10 سنوات أو كل 12 سنة ننزل 10%، يعني خرف لي خلنا نقول كل 12 سنة تنزل قوة العمل البحرينية 10%. فإذا إحنا الحين في 2016 إذا ضفنا عليها 12 سنة معناته 2028 يفترض ننزل إحنا من 22% إلى 12% تقريبا، يعني إذا مشينا بهذا المعدل وبدون ما حتى ما يكون في نظام بحرين موازي وغيره، يعني بدون هذا الشيء. طبعا هذا 12% معناته احنا راح نوصل الى المستوى اللي موجوده في قوة العمل في الدول التي تغلب فيها العمالة، مثل قطر مثلا نسبة العمالة الوطنية يمكن 9% او اقل بعد، حتى مثل الامارات نسبة العمالة الوطنية تقريبا في نفس الحدود. يعني هل هو هذا النهج اللي احنا نبغى نسعى اليه؟ هذا الكلام عن المرونة هدف ان احنا نكون نموذج من الإمارات مثلا وقطر أو لا؟ طبعا لو نلاحظ القرار، هذا قرار مجلس الوزراء اللي طلع، أنا بقرأ لكم الخبر شلون نزل. طبعا هذا نفس اليوم اللي صدر فيه القرار، عشان نتذكره تماما، هذا نفس اليوم اللي صدر فيه القرار الآخر المتعلق بتصنيف المنظمات الإرهابية وكذا، اللي طلع فيها يعني مسرد يعني من القرار مجلس الوزراء عشان محاسبته. في هذا اليوم نفسه طلع القرار: نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات ما يلي: أولا، شوف التسويق القرار: حرصا من المجلس على تعزيز أفضلية البحريني في سوق العمل، يعني هذا الهدف المعلن، وفي الوقت ذاته توفير المرونة اللازمة لنمو القطاع الخاص. وافق مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة التنسيقية، طبعا اللجنة التنسيقية هي بمثابة حكومة مصغرة أنشئت مؤخرا برئاسة سمو ولي العهد، بحيث تكون معنية. لو نلاحظ كل القرارات المعنية بالاقتصاد تقريبا تصدر عن اللجنة التنسيقية، حتى القرار الأخير المتعلق بالأمور، يعني دائما القرارات المتعلقة بالجانب الاقتصادي نلاقيها عن طريق اللجنة التنسيقية. وبناء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على استحداث نظام اختياري موازن لنظام البحرين الحالي، يتم بمقتضاه السماح
للراغبين من أصحاب العمل بزيادة العمالة الأجنبية مقابل رسوم أعلى على العمالة الإضافية وفق ضوابط محددة. طبعا الضوابط هي ما موجودة، نشوف بعدين القرار ما في ضوابط. ومنها اعتبار البحرين شرطا للاحتفاظ بتصاريح العمل وتجديدها. مو واضح هنا يعني هل تحافظ على البحرين لكن من حقك تزيد، أو أن هل تحافظ على العدد من حقك تزيد في النسبة، أو هل تحافظ بالنسبة من حقك تزيد في العدد، يعني مو واضح. ومراعاة أن يتم تثبيت أعداد البحرين. لاحظوا يتكلمون عن الأعداد، يعني إذا أنا كشركة عندي 150 بحريني أثبت الأعداد، إنزين ماذا عن النسبة؟ هل هيشمل النسبة أو لا؟ 150 بحريني يتمون كما هم، لكن حتى لو زيت الأجانب إلى 1000 فالعدد ثابت والنسبة يعني متغيرة، مو واضح. تثبيت أعداد البحرينيين العاملين في المؤسسة أو المنشأة في بداية التطبيق، إنزين شو نصير بعدين عقب التطبيق؟ يعني على أن يطبق هذا النظام على التسجيلات بصورة عامة بعد عام من تطبيقه على الإصدار الجديد. يعني الحين بيطبقونه فقط على توظيف الجدد، ثم يطبق عقب عام حتى على التجديد للعمالة الأجنبية الموجودة، وكلف الجهات المختصة. زين الحين نجي إلى يوم ثاني على طول. طبعا طلع الأخ الأستاذ أسامة العبسي رئيس هيئة تنظيم سوق العمل أكد تأييد الهيئة وأن الهيئة جاهزة فنيا لتطبيق هذا النظام الاختياري الموازي لنظام البحرين الحالي، مشيدا بقرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، ومؤكدا أن هذا القرار سوف يعطي السوق مزيدا من المرونة، حيث سيستفيد منه أصحاب العمل كما يحقق هدفا أساسيا وهو ردم فجوة الكلفة بين البحريني والأجنبي. طبعا صدر القرار بعدين قرار صدر صار لأسبوع الآن، وعنونت الجرائد 300 دينار رسوم العمل خارج البحرنة. الرسوم لا تسري عند الالتزام بالنسبة. هني الكلام عن الرسوم لا تسري عند الالتزام مو واضح، يعني هل مقصود في أن يجب أن تلتزم بالنسبة، ولا أنت عندك كيفك يعني تبغى تلتزم بالنسبة أوكي، ما تبغى تلتزم تدفع بيزات وتجاوز النسبة، يعني لأنه نظام اختيار في النهاية. نجي هني إلى القرار نفسه. أنا بقرأ لكم الحين القرار نفسه كما صدر في الجريدة الرسمية. أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً باحتساب 300 دينار رسم اختياري يضاف إلى رسم إصدار أو تجديد أي تصريح عمل لمدة سنتين خارج نسبة البحرنة المقررة. يعني أنت عندك نسبة مقررة، طبعاً هي مقررة، مو مقررة في القانون، هي مقررة في الهيئة، لأن الهيئة تنظيم سوق العمل عندها تصنيفات إلى كل نشاط معين في بحرنة معينة. فخارج النسبة هذه، مثلا نشاط الإنشاءات خارج النسبة دي، أنت تبي تدفع 300 دينار. إذن كيف يكون هذا الهدف منه الحفاظ على البحرنة؟ يعني هي المرونة يعني في عدم موضوع. وأشار القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية بشأن بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل إلى أن الرسم الإضافي لن يسري على من التزم بنسبة البحرنة المقررة. طبعا هني لاحظوني يتكلمون عن النسبة، هناك كانوا يتكلمون عن الأعداد، فيعني هل مقصود الأعداد الآن أو النسبة؟ ودعا القرار وزير العمل وهيئة إلى تحصيل الرسم المنصوص عليه بما يتناسب قيمته مع مدة سريان تصريح العمل من المدد التي تصدر بها التصريح له. وكان مجلس الوزراء قد وافق على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على استحداث نظام اختياري موازن لنظام البحرين الحالي، يتم بمقتضى السماح للراغبين من أصحاب العمل بزيادة العمالة الأجنبية مقابل رسوم أعلى على العمالة الإضافية وفق ضوابط محددة، ومنها اعتبار البحرين شرطا للاحتفاظ بتصاريح العمل وتجديدها. طبعا الآخر تصريحات سوق العمل. طبعا أنا الشريحة الأخيرة قبل أن أنتقل يعني تنتقل الميكروفون إلى الأستاذ علي، في مواد كانت موجودة في قانون العمل السابق اللي هو قانون اسمه 23 لسنة 1976. كما نعلم القانون الجديد صدر في سبتمبر 2012، ورقمه القانون الجديد هو قانون 36 لسنة 2012. هذاك السابق قانون 23 لسنة 1976. شنو المواد اللي كانت موجودة في ذاك القانون واللي تم حذفها في 1993؟ حذفت هذه المواد في التعديلات. هذه المواد تقول مادة 11: على كل صاحب عمل أن يبلغ وزارة العمل بنفسه أو بكتاب مسجل بالوظائف التي خلت أو نشأت أيا كان نوعها، مع بيان نوع كل منها والتاريخ الذي يحدده لشغلها، وعليه أن يعيد لوزارة العمل ك
كان اسمها وشو نشتغل، خلال 7 أيام من تاريخ شغل الوظيفة التي خلت لديه شهادة قيد العمل الصادرة لديه. 12 مادة 12 على كل صاحب عمل أن يرسل إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كما كان اسمها آنذاك خلال شهر يناير من كل عام عدد العمال لديه وأسماءهم حسب أنواع وظائفهم وأعمالهم ومهنهم وأجورهم وأعمارهم وجنسهم وجنسياتهم ورقم رخص عملهم، عدد الوظائف التي خلت أو أنشئت خلال السنة السابقة وما شغل منها وما بقي شاغرا وأسباب عدم شغله لها ونوع وأجر كل منها، حالة العمل وفرص العمل وما يتوقع له من زيادة أو نقصا في عدد الوظائف. وبعدين مادة 13 على كل صاحب عمل أن يراعي عند استخدام أي عامل وجوه منح الأفضلية أولا للوطني، ثانيا لغيره من العرب، وثالثا لغيره من الأجانب كل ما وجد الوطني أو العربي صالحا لأداء المهنة التي. وفي حالة زيارة العمال عن حاجة العمل يجب الاستغناء عن غير العربي أولا ثم عن العربي ثانيا ثم عن الوطني أو الوطني وعن العربي قبل الوطني والوطني قبل الأجنبي، طبعا كلما كان الوطني والعربي صالحا للعمل. هي مادة كمان رأى فيها نفس قومي كبير يعني، طبعا هي المادة حذفت الآن. ولكن المادة الأخيرة فقط استعيدت مؤخرا، رجعها مجلس الشورى وقال في حالة وجود أزمة مشكلة اقتصادية فيجب ترتيب الأولويات الاستغناء عن الأجنبي أولا ثم البحريني ثانيا. ففي ظل هذا الأمور يعني هذا ظل هذا الموضوع التشريعي والواقعي هذا الوضع اللي احنا نمشي فيه باتجاه البحريني يعني. شكرا أستاذ كريم.